إلى ذلك تلقى العالم العربي والإسلامي دعوات نظام الدوحة الخبيثة إلى تدويل الحرمين الشريفين بسخط واسع النطاق، حيث تصدر وسم إلا الحرمين الشريفين مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الأربعة الماضية، وطلب الجميع نظام الدوحة إلى الكف عن المقدسات الإسلامية وعدم تسييس المشاعر المقدسة، ومشددين بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من إسهامات جليلة للعالم الإسلامي.